السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في قناة سكينة الصورية. نتمنى يوصلكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال وأحسن الظروف. اليوم إن شاء الله كيف ما كتشاهدوا معي في الفيديو غادي نحضروا الوصفة اللي ما كتخطاش أي بيت مغربي، خصوصا في هذا فصل الصيف كنا كنتداولوها وكنا كنحضروها. غير هاد المره غادي ندير لكم هاد الوصفه، غتكون ميكس اي جوج انواع ديال الخضر اللي هو الزعلوك. غادي نوجدوا الزعلوك اللي معروف كنصيبوه دائما بالباذنجان اي الدنجال. اليوم غادي نصيبوه بالدنجال والقرعه الخضراء، كيجي رائع جدا. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم هاد لا فيديو، تبعوا معايا الى الاخر باش نكتشفوا كيفاش غادي نحضروا هاد الزعلوك ديال الباذنجان والقرعه الخضراء. وما تنساوش تدعمونا بلي لايك وبالتعليق ديالكم، وبالنسبه للمشتركين الجدد يفعلوا الجرس باش يوصلهم دائما الجديد على قناه سكينه الصوريه. ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم كيف ما كتشاهدوا معايا زعلوك ميكس ديال الدنجال والقرعه الخضراء، يعني القرع الاخضر والباذنجان. نبداو على بركه الله ونتوكلوا على الله. وهذو هما المكونات والمقادير اللي غنحتاجو في الزعلوك ديالنا ميكس كيف ما كتشاهدوا معنا. عندي هنايا القرعه الخضراء، عندي هنايا تقريبا 4 ديال الحبات ديال القرعه الخضراء. انا راه خليت واحد الحبه باش تبان لكم. هذه هي القرعه الخضراء، كاين اللي ما غيعرفش اللغه ديالنا الدارجه المغربيه، هذه هي القرعه الخضراء اي الكوسه. انا كنحاول نبسط اللغه، كنقطعها مكعبات صغار. وعندي هنايا جوج حبات كبار ديال الباذنجان اي الدنجال، وتا هو قطعته مكعبات. ممكن تضاعفوا الكميه، انا درت كميه يعني متوسطه. تاو قطعته مكعبات كيف ما كتشاهدوا معايا. وعندي هنايا بطبيعه الحال عندي واحد حبه ديال المطيشه وحبه ديال الفلفله خضراء وحبه ديال البصله، كلهم حبات متوسطي الحجم اللي قطعتهم مكعبات صغار جدا كيف ما كتشاهدوا معايا. ممكن تضيفوا فلفله حمراء او صفراء. وعندي هنايا نصف عصير حامضه يعني نص ليمونه. والتوابل كيف ما كتشاهدوا معايا، عندي معلقه كبيره ديال الكمون لان الكمون هو الاساسي في هذه الوصفه. معلقه كبيره ديال الكمون وقليل من الملح حسب الرغبه، وجوج فصوص من الثوم اللي حكيتهم او دقيتهم. وعندي معلقه صغيره ديال سكينجبير ومعلقه صغيره ديال التحميره يعني غير مملوءه، وربع ملعقه صغيره من الابزار. وبالنسبه للناس اللي كيبغيو الحار يضيفوا الحار. وعندي هنايا جوج معالق كبار من الربيع القزبور معدنوس اللي مقصص جيدا. وبالنسبه للناس اللي بغاو يضيفوا الحار يضيفوا الحار، انا ما ضفتش الحار وراء اساسي يعني هذه الوصفه كتكون حاره شويه. انا ما درتش الحار لان وليداتي ما كياكلوش الحار وبغيتهم يتناولوا هذه الوصفه ديال الباذنجان والقرعه الخضراء. كيف ما كتشوفوا هذو هما المكونات بساط جدا. ويلا نبداو في المراحل ديال طهي هذه الوصفه ديالنا. اول حاجه كيف ما كتشوفوا الطريقه راها سهله وبسيطه ما تستاهلش الشرح، مجرد فكره بغيت نوصلها لكم وبغيت نشاركها معكم باش كندير انا الزعلوك ديالي. ما كنديروش مجرد غير بالدنجال، كنديرو بالدنجال وبالقرعه، كيجي رائع جدا. كيف ما كتشاهدوا معايا درت المقلاه فيها الزيت وضعت القرعه ديالي كتقلى، يعني كنقليها عادي يعني كتحمر كتاخذ واحد اللون ذهبي كيف ما كتشاهدوا معايا. ها هي دابا بعد ما تقلات كنديرها فوق ورق نشاف ديال الزيت، يعني الورق ديال المطبخ اللي كيشرب ليا شويه الزيت، ما يبقاش فيها الزيت بزاف. على العموم القرعه راه واخا تتقليوها ماشي بحال الدنجال، الدنجال كيشرب الزيت، القرعه لا. رغم ذلك كنوضعها فوق الورق النشاف وكنمر نقلي الدنجال ديالي حتى هو بنفس الطريقه، يعني مقطع مكعبات وكنقليه حتى كيتحمر كياخذ واحد اللون ذهبي كيف ما قليت القرعه. وكنديرو كذلك في الورق النشاف. صدقوني هاد الطريقه ديال الدنجال مقلي والقرعه مقليه وكديرهم زعلوك كيجي رائع جدا، وكتوجد بسرعه 10 دقائق كتكوني وجدتي عفوا الزعلوك ديال ميكس ديال الدنجال والقرعه. وبالنسبه اللي بغى يدير حتى الزعلوك ديال الدنجال غير بوحدو من الاحسن يقليه كيجي رائع جدا. كيف ما كتشاهدي معايا سيداتي كنوضع على المقلاه شويه ديال الزيت حتى كتسخن، وكنوضع حبه من الفلفل حبه من البصل وحبه من الطماطم، كنقطعهم مكعبات صغار وكنوضعهم يتشحروا واحد شويه، غير يتشحروا شويه يعني ما يطيبوش بزاف. مجرد ما كيتشحروا واحد شويه كنضيف لهم التوابل كالتالي كيف ما درت معكم في الاول. انا كنتعمد دائما نعاود
كرر معكم التوابل. عندي معلقة صغيرة ديال التحميرة والإبزار والسكنجبير والملح وجوج فصوص من الثومة محكوكة ومعلقة كبيرة من الكمون. وعندي الربيع بطبيعة الحال جوج معلقة كبار من الربيع، قزبور ملبنوس يعني مقصص مزيان، والكمون كنكثر منه شوية كندير معلقة كبيرة. بالنسبة للعصير ديال حامض الليمون ما غنضيفوش دابا باش تبقى داك النسمة ديالو، حتى نمزج هاد الخليط جيدا وتدخل العطرية مع البصلة مع الفلفلة ومطيشة يتشحروا جيدا، لأنني ضفت الثومة، الثومة خاصها تشحر باش ما تبقاش مجلدة. عاد كنضيف عصير الليمون حتى الأخير. كيف ما كتشاهدي معي سيداتي، بعد ما تشحرت ليا البصلة والفلفلة ومطيشة ممكن تضيفوا أي نوع ديال الخضر إلى عندكم بغيتوا تشحروهم. كنرجع المقلة اللي كنت قليت فيها الدنجال والقرعة، كنوضع فيها الدنجال اللي كنت سبق ليا قليته والقرعة كذلك. ثم كنضيف عليهم داك التتبيلة مع داك الإقامة مع الفلفلة مع البصلة مع مطيشة، كنضيفها لهاد الخليط ديال الدنجال والقرعة اللي قليت، وكنحاول ندخلهم جيدا. كنزيد واحد شويه ديال زيت العود، يعني ثمن جوج معالق كبار ديال زيت العود باش تعطيني غير داك النسمه ديال زيت العود، راه مهمه. ثم كنضيف عصير ديال الليمون ديال الحامض حتى الاخر كيف ما قلت لكم باش كتبقى النكهه ديالو. كنحاول غير نشحرهم غير واحد شويه لان راه كلشي عندي طايب، القرعه راها طايبه، الدنجال طايب، بالنسبه للخضر اللي شحرت مطيشه والبصله والفلفله راهم تشحروا، غير كنحاول نشحرهم واحد شويه باش يدخل التوابل تدخل مع الدنجال ومع القرعه. كيف ما شفتوا معايا انا عطفت نص عصير حامضه حتى الاخير. وبالنسبه اللي بغى يضيف الحار يضيفه، انا ما درتوش حيت بغيت وليداتي يتناولوا هذه الوجبه، كتجي رائعه جدا. حنا المغاربه متعودين على الزعلوك في فصل الصيف كيف ما كتشاهدوا معايا، كيجي رائع جدا. انا الحار قطعت غير طريفات وحطيته في الطبق ديالي فقط، كيف ما كتشاهدوا معايا كيجي رائع. بعد ما تشحر ليا درته في واحد السيركل وحطيته وزينته بشرائح الليمون والربيع في الجناب، يعني ضروري واخا يكون غير عديسه او زعلوك ضروري نزين الاطباق ديالنا باش كتفتح لينا الشهيه. يعني كيف ما كتعرفوا المثل المعروف، العين كتاكل قبل الفم. كيف ما كتشاهدوا معايا كيجي رائع جدا وكيجي لذيذ، صدقوني غادي تجربوه ما غتبقاوش تستغناو عليه. يعني اللي مولف كيدير الزعلوك غير بالدنجال غيبقى يضيف له القرعه، واخا ما كياكلش القرعه غيضيف له القرعه، كيجي رائع جدا خصوصا المرحله ديال القلي ديال الدنجال وديال القرعه، كيضيف ليها واحد المذاق رائع جدا، كتجي فيه واحد القرمشه ديال داك الدنجال مقلي والقرعه، كتجي فيهم واحد القرمشه حيت هما مقليين مع المزيج ديال الفلفله ومطيشه والبصله حتى هما مشحرين، كيجيو رائعين جدا. صدقيني سيداتي ملي غتجربي هذه الوصفه ما غتبقايش تستغني عليها، خصوصا في فصل الصيف كيف ما كتعرفوا كلنا كنوجدوا بحال هاد المقبلات، يعني زعلوك او زعلوك شليده تيكون زعلوك مشوي مع الطماطم مع البصله تيكونوا مشويين على الفحم. انا اليوم جبت لكم طريقه سهله وكيوجد يعني 10 دقائق تيكون عندك هذا الزعلوك واجد، مجرد ما كتقلي الدنجال والقرعه وكديري هاد التوابل 10 دقائق تيكون موجود في الطبله وكيجي رائع جدا، ممكن تاكليه بارد او سخون. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم والوصفه ديال اليوم، وشكرا لكم المتابعه، وما تبخلوش علينا بلي لايك وبالتعليق ديالكم. وبالنسبه للمشتركين الجدد يفعلوا الجرس باش يوصلهم دائما الجديد على قناه سكينه الصويريه. وبصحه وراحه ودمتم في رعايه الله، ومرحبا بكم دائما عند قناه سكينه الصويريه.